السؤال الثاني، هل هذه التقنية امتى تم اكتشافها؟ هل الميتافيرس هيكون ليه استخدامات اجتماعيه وعلميه اقوى في المستقبل؟ اعتقد اسئله كتيره يا بسنت. حقيقي يعني يا شاذلي، في الحقيقه زي ما كنا دايما بنتكلم انه في يمكن عيوب كتيره قوي للتكنولوجيا الحديثه او الاي اي او الحاجات دي كلها، لكن النهارده احنا بنتكلم عن المميزات اللي يمكن ممكن نستخدمها من هذه التقنيات الحديثه، وهيكلمنا عنها اكتر طبعا المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات اللي موجود معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني اهلا بحضرتك. خليني اقول ان التقنيات في عالم او هذه التقنيه في عالم الطب فهي ليها ايجابيه، هل لو اتكلمنا النهارده عن عالم بقى يعني امن المعلومات، خليني اقول هل ليها اضرار؟ طيب انا حابب ابدا المداخله بكلمه مهمه جدا، حاجتين هما ذهب المستقبل، الذكاء الاصطناعي والميتافيرس. الناس لازم تستثمر وقتها وتستثمر شغلها في الحاجتين دول. ليه؟ لان ليها ايجابيات كتيره جدا واكتر من سلبياتها. فبالتالي انا واحد من الناس، كلنا طبعا عندنا مشاكل نفسيه مش عارفين ايه هي، ولكن انا واحد من الناس عصبي شويه، فجربت اعمل مديتيشن بالفي ار بالواقع الافتراضي من نفسي. انا بحب البحر والبحر ليه علاقه بالكلام ده، وفي نفس الوقت هياثر في نفسيتي جدا، فجبت فيديو للبحر وفي نفس الوقت جبت تشيل اوت ميوزك وشغلتها، واثرت بطريقه ايجابيه بشكل كبير جدا وفرقت معايا بشكل كبير جدا. في تجارب علميه عملوها على الله يكرمك أبقار ولبسوهم نظارات واقع افتراضي، بدأ الإنتاجية تزيد أكتر، وفي نفس الوقت بدأت نفسياتهم كمان تتعدل وتديهم إنتاج أكبر من الإنتاج اللي قبله في دول شغالة بالموضوع ده بتقنيات الواقع الافتراضي. إذا هنا نستنتج إن الواقع الافتراضي داخل في جميع المجالات دلوقتي، حتى في العلاجات النفسية، في علاجات الفوبيا، لأن جامعة إكسفورد عملت التجارب على الموضوع ده وطلع اكتر من 83% اتعالجوا نفسيا من مرض الفوبيا، سواء من فوبيا المرتفعات او الطيران او غيره. فهنا بقى نقول ان احنا استخدامات التقنيات دي بشكل مناسب او بالشكل الصحيح مهم جدا. ازاي الشكل الصحيح حضراتكم؟ الشكل الصحيح ان انت ما تصرفش وقتك كله على الفي ار بحكم انك هتتعالج منها، لا، ليها اوقات معينه، وكانت الجلسات بتكون من 10 دقائق ل 40 دقيقه متقاطعه، وبالتالي بتأثر جدا في حاجات كتيره برضو. وفي نفس الوقت انا مجرب الموضوع ده، بعمل مديتيشن بحاجه اسمها تشيل اوت ميوزك، وفي نفس الوقت دي موجوده قبل الواقع الافتراضي اصلا، ولكن مع دخول تقنيات الواقع الافتراضي بقت حاجات مسموعه وحاجات مرئيه، فبالتالي الناس بتستفاد منها كتير جدا. بخصوص الامن المعلوماتي في الموضوع ده كلامه ايه؟ الامن المعلوماتي حضراتكم بيقول انه ما ينفعش اي حد يستخدم تطبيقات تخص الواقع الافتراضي او الذكاء الاصطناعي من خارج المتجر المعتمد لديكم. ليه؟ لان التطبيقات البديله او التطبيقات الثلاثيه الثانيه خارج المتجر ليها مشاكل كتيره واضرار كتيره، وحد زي حضراتكم هو اللي عاملها، فبالتالي انت مش عارف المقصود منها ايه. ممكن يكون بيراقبك بحكم علاجك، ممكن يكون بياخد بياناتك بحكم البيع والشراء في تجاره البيانات، وده قانونا يغرم عليه يعني الموضوع ده. فبالتالي لازم ناخد بالنا من اي تطبيق او اي حاجه، لانه الميتافيرس والذكاء الاصطناعي نسمعهم، هنبدا نسمعهم كتير جدا الايام اللي جايه، لان هم ذهب المستقبل او نار المستقبل اللي هنستخدم في جميع المجالات. فبالتالي ده ترند مستمر. يعني ايه ترند مستمر حضراتكم؟ لازم تكونوا عارفين ان اي حاجه داخله فيها الذكاء الاصطناعي تطلع ترند على طول. فبالتالي المخترقين المش كويسين، يعني الباد هاكرز او البلاك هات، بيعملوا ايه؟ بيستغلوا الترند ده وبيعملوا المواقع والتطبيقات على حسب الترند ده عشان الناس تخش وياخدوا بياناتهم. فخدوا بالكم ما تسيبوش اي بيانات او اي حاجه على اي مواقع. وفي نفس الوقت الواقع الافتراضي او الميتافيرس طبعا لازم نتكلم فيه كتير، وفي ابواب كتيره جدا وطريقه دخوله مختلفه، وده بيأكد يا باشمهندس ان احنا خلال الفتره اللي جايه زي ما انت قلت كده، هو دلوقتي احنا بنتكلم في علاج الاضطرابات النفسيه والدخول في المجال الطبي والعلاجي، اعتقد انه خلال الفتره اللي جايه هيدخل بقى في مجالات اجتماعيه وفي مجالات مختلفه. صحيح طبعا، هيدخل في جميع المجالات، واحسن مجال داخل فيه الذكاء الاصطناعي، وعن تجربه كمان المجال التعليمي اللي هو الواقع الافتراضي والواقع المعزز. الفرق بينهم ان الواقع الافتراضي عباره عن صوره 360 درجه تقدر تمشي فيها وتتجول فيها كانك جوه المنطقه بالظبط،
يعني مصيف، كانك جوه المصيف فعلا، للناس اللي مش قادر تروح مصيف هتحس بالموضوع ده تماما يعني. وتقنيه الواقع المعدل يعني، انت لما لبست النظاره يا باشمهندس حسيت انك قاعد على البحر فعلا؟ اولا النظارات بتبدا سعرها من 70 جنيه عشان الناس ما تقولش مثلا النظارات غاليه، هي بتبدا سعرها من 70 جنيه لحد 25000 جنيه، 70 جنيه عندك 2000 جنيه عندك 12000 جنيه عندك 25000 جنيه كويست برو، فبالتالي دي نظارات عالميه، كانك بقى قاعد على البحر دي 100% على حسب الفيديو اللي انت عرضه، وفعلا كانك قاعد على البحر. يعني انا استاذ محمد لما قابلك ان شاء الله هخليك تجرب فيديو كانك فعلا في المصيف وهتعمل مديتيشن فظيع بيه، يا ريت والله ممكن تمشي وتحس بالموضوع ده. يعني من الناس اللي جربت، انا عندي رهاب شويه من الاماكن المرتفعه، صحيح. وجربت النظاره في لعبه بمكان طبعاً. بس بصراحه خفت لانه زي الحقيقه قوي. طيب هل حضرتك مع او ضد انه الناس يبقى عندها اجهزه الفي ار في البيت فتستخدمها في العاب، في حاجات زي ان انا يعني امرن نفسي على الحاجات اللي انا بخاف منها او بتسبب لي قلق، خليني اقول الحاجات البسيطه زي المرتفعات، الاماكن الضيقه او الطيران او الحاجات دي، مع ان الحاجات دي تبقى متوفره لكل انسان ولا لا لازم تبقى في ايد مختصين احسن؟ طيب الحقيقه انا مع ان الحاجات دي تكون متوفره لانه اجباري بعد كده هتكون متوفره زيها زي الموبايل، والمستقبل مش هيكون في موبايلات اصلا، هيكون في نظارات واقع افتراضي وميتافيرس وساعات الكترونيه رقميه زي ما بيحصل الان. ولكن الاطفال بحدود، انا ملف الاطفال بهتم بيه جدا، بحدود من 8 سنين ل 12 سنه ممنوع الحاجات دي، ولو هتستخدموها بمجال التعليم يبقى بحدود وباوقات معينه. وطبعا احنا ماشيين على خطى الريس وتطورات الدوله نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فطبعا انا مع التكنولوجيا الايجابيه بقوه. هايل، بنشكرك مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، كل الشكر ليك.